السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد من محل شهرزاد. الناس اللي كيشوفونا لاول مره، حنا محل كنبيعوا الملابس النسائيه التقليديه والعصريه، كنتواجدوا في مدينه الدار البيضاء بحي البرنوسي امان 3. الناس اللي كيشوفونا دائما، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. اليوم جبنا لكم موديلات غزالين كما العاده. اول موديل هو اللي لبسته لكم اكرام، هذا في حقيقة راه ماشي موديل جديد، هو راه قديم ولكن عليه الطلب بزاف البنات. كنا صوبناه شحال من مرة وفي التوابات مختلفين، ودائما كتكون لا كوموند اكثر من العرض اللي كنكونوا مقدمين. دابا صوبناه نفس الموديل في جوج ديال الالوان وفي توب مختلف. هاد التوب البنات راه شويه دومي سيزون، ماشي خفيف بزاف بحال التوابات الاولين. كنا صوبناه المره الاولى في كريب طايح بزاف رقيق، والمره الثانيه كان في خيط امبريمي. دابا درناه في هاد التوب برادا، الا كنتو كتعرفوا راه كيجي شي شويه ثقيل، ولكن الموديل البنات راه غزال، كيجي واسع. هذا توب شويه شاد في راسو، كيجي انيق وزوين في اللبسه. الثمن ديالو 230 درهم، ولي طاي فيه ثلاثه ديال لي طاي، اصغرهم هي اللي لابسه دابا اكرام الاكس ال. نورمالمون كنظن تلبس الاكس ال، لانها تمني كتلبس واسعه كتجي زوينه في اللبسه كيف ما تتشوفوا. فيها لي بوطون هنايا من الفوق حتى لتحت، شوفوا معايا البنات، وكتجي واسعه. وفيها لي بانس هنايا في الصدر والله في الظهر اذا كان ممكن تدوري. شوفوا البنات في الصاله ديالها مع القبيب كتجي سبور، ممكن تلبسها هكا مع سبادري، ممكن مع صنديله، كتجي غزاله وانيقه. البنات اللي كيديروا الحجاب ضروري ما يديروا معها هكا شي بونطالون ولا شي حاجه، لان كتبقى هذيك الارتياحه من القدام عريانه. اما هي موديل غزال، وفي الكميمات راه فيه لاستيك البنات كيف ما تشوفوا، يعني كيجي موديل انيق. واللوين حتى هو بصراحه غزال، كاين متوفر في هذا الخضر هذا، وكاين لوين اخر، بقاو معنا باش تشوفوا حتى هو. اللون الثاني البنات ديال الجلبه الاسود. الاسود دائما تيكون مطلوب في الصيف في الشتاء في جميع المواسم، لانه كيجي انيق وكيجي ستوندار وكلاس. البنات اللي كيبغيو يكومونديو اون لين، يكفي انكم تواصلوا معنا في الارقام ديال الواتساب، راه كنصيفطوا لجميع المدن داخل المغرب وخارج المغرب. غير تواصلوا معنا، صيفطوا لا كوموند ديالكم، العنوان والاسم ورقم الهاتف اللي ممكن تتصلوا بكم فيه، ونوصل لكم الامانه ديالكم حتى لباب الدار ان شاء الله كتوصلكم وتشوفوها عاد ممكن تخلصوها وتخلصوا ثمن التوصيل. وثمن التوصيل كيتراوح ما بين 20 درهم داخل مدينه الدار البيضاء و50 درهم الابعد مدينه من المدن ديال المغرب. شوفوا معايا البنات هاد لونسومبل كيجي غزال وانيق ورائع في اللبسه ديالو. اونسومبل 3 بياس، كاين فيه الطوب الفوقاني ديال القطن، وكاين سيوي لارج في الكريب شويه متين، والكاب الفوقاني كيجي غزال وانيق. اللوينات مبهجين ورائعين، والكاليتي ديال الثوب غزاله البنات. شوفوا ياسمين هنا لبست فيه الاكس ال، واللي طايره فيها البنات من الاس حتى لدوبل اكس ال، يعني كاين طاي كبر من ياسمين، كنظن تلبسها 3 اكس ال. والفصاله ديال السروال البنات غزاله، توريها لكم ياسمين هنايا، فصاله فنه. حتى الكاليتي ديال الثوب والخياطه شي حاجه ديال لودغان رائعه، كتجي في البيسه والثمن ديالها 380 درهم. اللي زوين في هذه البيسه انه ممكن تستغلوها كيف ما بغيتوا، تلبسوا مثلا غير تحتانيين بوحدهم مع شي كاب اخر ولا العكس صحيح، المهم كتبقاو عندكم حريه الاختيار. وخا لونسومبل هكا في اللبسه كيبان غزال ورائع، ممكن تلبس كلاس، ممكن تلبس سبور، كيف ما بغيتوا ديروا ليه كديروا ليه. كاين فيه الحزام حتى هو ممكن انكم تستعملوه وممكن انكم ما تستعملوهش، وكنفضل انه يبقى هكا مفتوح كيجي غزال وانيق. واللوين رائع البنات، شوفوا معايا البنات هاد الكسيوه اللي لبست هنايا اكرام، لوينتها رائعين، فيها واحد بلو غزال مع واحد بحال الخزي، جا غزال وتويب راه خفيفه البنات خيط. الثمن ديالها 230 درهم. لي طاي فيها من الاس حتى الاكس ال، هنايا اكرام لبست فيها الاس، واسعه شويه وفي الطول راه قصيره البنات، ما طويلاش بزاف. وكاين البنات هاد الكسيوه هادي في البلون كاسي، حتى هي غزاله والتويب ديالها رائع البنات، هذا خيط رطيب وغزال تبين واحد شويه، يعني ضروري البنات ما يلبسوا تحت منها شي حاجه، كيجي غزال البنات. طالبونا في حقه بزاف البنات بكسيوات في البيض، ما كناش دائما، ماشي دائما كنلقاو التوب ديالهم زوين. هادي عجبني التوب ديالها بزاف، التوب ديالها مقطن وغزال، غير هو كما قلت لكم راه تيبين واحد شويه، تقدروا تلبسوا تحت منها شي حاجه باش ما تبينش ليكم، عارفين اللون البيض دائما كيكون فيه هذا المشكل. الثمن ديالها البنات حتى هي راه 230 درهم. الفصاله كيف ما تشوفوا راه تجي طويله، شوفوا فيها قطيعات وفيها لي بلي، فيها لي بانس الفوق، واحد الكول اوفيسي هنا الفوق، والكميمات عاديين فيهم حتى مقبوطين، كتجي غزاله وانيقه. ولي طايراهم الاس هي اللي لابسه اكرام حدهم الاكس ال.
شوف معايا البنات هذا الموديل، هذه حتى هي كسيوا غوب كتجي طويله حتى لتحت، اللون ديالها في بلو مارين وفيها هكا لي موتيف. نقرب لكم تشوفوهم، فيهم اللوينات رائعين بلو مارين، وما فيهاش في حقيقه كثرت الالوان داخل في هذاك البلون كاسي قارب، واحد بحال الموطار بحال الماغو. راه دايره هنا ياسمين في الشال، لي طاي اللي فيها الاس حتى الاكس ال. ياسمين لابسه الاكس ال واكرام لبسات فيها الاس، كتجي غزاله وفيها لي بوطون من الفوق لتحت وطويله البنات. هذا الموديل هذا راه طويل، فيه قطيعات لتحت بلي بلي وفصلتو غزاله، تويب راه خيط وبارد. الثمن ديالها 230 درهم. هاد الكسيوة هي غزالة، فيها لي موتيف هكا والألوان كلهم نيونين غزالين، جاو مغيين مع بعضياتهم رائعين. دات معاهم إكرام هاد الكولي، جات هو غزال معاهم مع سامبل. الثمن ديالها تاهي 230 درهم، ولي طاي من الأس حتى الإكس أل. هنا إكرام لابسة الأس راه واسعة عليها، غير هو الطول شي شوية قصيرة مطويلاش حتى لتحت. البنات لي طوال مغتجيهمش حتى لتحت، غتجيهم شوية ناقصة. كاين هاد الموديل البنات ديال الكسيوات هو تيجي غزال وانيق في اللبسه، لوينات رائعين. غيبقى بثمن ديال الصولد 200 درهم، عوضا 230 درهم. هنا ياسمين لبست فيه غير الال، لان الموديل شي شويه واسع، كنظن الاكس ال ما بقاتش فيه، يعني فيه الاس والام والال، والال راه وافيه كتلبس تقريبا حتى لدوبل اكس ال. التويب ديالو راه خيط البنات ومبرد، والتفاصيل ديالو بسيطه ما فيهش شي تفاصيل كثيره. الكول كيجي بحال في، وفيه لي بلي من تحت. الطول راه ما طويلش بزاف، لان ياسمين قصيره شويه ما طويلش بزاف، يعني البنات لي طوال 1.70 متر غيجيهم شي شويه قصير. البنات وصلنا للخر ديال لا فيديو مع هذا الموديل اللي لبست لكم اكرام. وفي الحقيقه لي شيميز ما بقاوش، بقات فيهم كميه قليله. البونطالون هو اللي مازال كاين في لي طاي الام والال. هنا اكرام الاس، يمكن الاس والام والال. هنا اكرام لبست فيه الاس، واخا راه واسع كيجيني لبس كثر، لان الفصله ديالو البنات واسعه والثوب راه طيح، كيجي غزال في اللبسه. الثمن ديالو 150 درهم، وكتمشي مع هذيك لا سانتور فيه الجويبات، كيجي غزال وانيق. كاين حتى واحد الكاب البنات غنخليوه بثمن ديال الصود، درك ندوزناه في اللايف، كانوا فيه مجموعه ديال الالوان، بقى في هذا الموف هذا، كيجي غزال حتى هو في اللبسه. الثوب ديالو راه بحال الكريب وطيح بزاف، الفصاله ديالو سبيسيال، وريهم حتى ديك القطيعه ديال الكم، شوفوا البنات الكم ديالو كيفاش طيح. الثمن ديالو 140 درهم عوضا 170، وفيه لي طاي من الاس حتى الاكس ال. يلا البنات ما سخيناش بكم، نتمنى نلقاكم هذا الفيديو نتوما في احسن الاحوال ان شاء الله. دمتم في امان الله، السلام عليكم ورحمه الله.